مجانية الأسبوع ده من منصة إيبك، هي لعبة لفنون القتال، لعبة زي الكاراتيه، زي الكونغ فو، التايكواندو. طبعا كلنا عارفين ألعاب تيكن وألعاب سيجا جيمز في النوع دوت، خصوصا لاعبي البلاي ستيشن. فهنتابع فيديو النهاردة علشان نعرف مجانية النهاردة هناخدها إزاي وعبارة عن إيه، وتابعوا الفيديو للآخر علشان في مجانية تانية كمان على منصة أخرى. يلا بينا. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة This is محمود نعمان، وفي الفيديو ده من سلسلة اروع الالعاب الاوريجينال الاوفيشال المجانية، زي ما احنا شايفين قدامنا مجانية من انواع العاب فنون القتال، زي ما احنا شايفين زي العاب الكاراتيه، الكونغ فو، لعبنا العاب من النوع ده كتير زي تيكن وانواع تانية ومورتال كومبات وما الى ذلك. ولكن اللعبة ديت فيها حبكة درامية، اللعبة ديت عبارة عن قصة، وانت مفروض طول اللعب بتلعبها علشان هدف معين، وهو ان الشخص اللي قدامنا دوت مفروض طول اللعبة بيحاول الانتقام لقتل ابوه او والده. لعبة شينمو 3. فخلينا كفاية كده ونروح نشوف هنحصل على اللعبة مجانا ازاي. بس اهم حاجة مشاركة الفيديو علشان الكل يعرف. اتمنى نوصل ل 500 لايك، ومتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ولكن معلش هناخد من وقتكم دقيقة واحدة، خلونا نشوف سبونسر فيديو النهاردة. اي فولت هي خدمة بتتيح ليك انك ترفع ملفاتك على الانترنت بكل سهولة وبكل امان. تقدر ان انت ترفع اي نوع من الفيديوز لو حابب، او اي نوع من الامبسري او من الصور او حتى من الديكيومنتس اللي حابب تخزنها. ما عندكش مساحة على جهاز الكمبيوتر بتاعك او الموبايل، تقدر ترفع على اي فولت. مش بس كده، كمان بيقدموا لك 3 انواع من الاشتراكات. نوع للجست، لو انت مجرد بس زائر وعايز ترفع حاجة تستخدم الخدمة على السريع بتديك 10 جيجا مجانا. والنوع التاني الفري اكاونت، ده اكاونت بيفضل موجود معاك على طول، تقدر ان انت تاخد 25 جيجا من الاستورج ترفع عليهم اللي انت عايزه، زي ما احنا شايفين قدامنا باقه الفري. طبعا الباقات البريميوم ديت مفروض مساحتها 5 تيرا، 5 تيرا ب10 جنيه استرليني في الشهر، يعني تقريبا حركة 220 جنيه بتدفعهم كل شهر. تقدر تشترك عليها شهري او 6 شهور او سنة، وكل ما المدة بتزيد كل ما بتوفر في السعر. كمان ده انت لو جاي عن طريق القناة هتاخد ديسكاونت 10% لكل مشتركي القناة. اخر حاجة حابب اوضحها ان السبورت بتاعهم قوي جدا، عندهم لايف شات، اي حاجة تقدر تسأل عليها هتلاقي ترو هيومن، او هتلاقي فعلا لايف ايجنت تقدر ان انت تتكلم معاه، تسأله، تستفسر اي حاجة حابب تعرفها عن الخدمة. ودلوقتي هنكمل فيديو النهاردة عشان نحصل على اللعبة. بكل بساطة هتيجي على منصة إيبك زي ما احنا شايفين، وهتكون متأكد انك فاتح الاكاونت بتاعك او عامل لوجن بالاكاونت بتاعك، وده الشكل الجديد طبعا بعد الابديت الاخير ليهم. بالمناسبة الفترة دي في خصومات وكوبونز كتيرة، فتابعونا علشان ما يفوتكوش كل ما هو جديد. هتنزل تحت شوية عند خانة الفري جيمز. زي ما قلت لكم الاسبوع الجاي في مفاجأة، كل اسبوع طبعا إيبك معودانا على كده، الحدث السنوي بتاعهم. هتدخل على صفحة الفري جيمز، هتدوس فيو مور، ومفروض هيفتح لك زي ما احنا شايفين في العاب وفي حاجات كتير، اللي فايته يلحق اللي فاته. المهم خلينا نشوف مجانية النهاردة وهي شينمو 3. هندخل على الصفحة بتاعتها، وزي ما احنا شايفين هنعرف شوية ديسكريبشن عن اللعبة. اول حاجة طبعا اللعبة اصلا سعرها 10.5 دولار، مفروض العرض ده ساري ل 17 ديسمبر، هينتهي الساعة 6 مساء. كل واحد بيظهر توقيت انتهاء العرض بالنسبة له حسب هو فاتح منين. الديفولوبر بتاع اللعبة اسمه يس نت او واي اس نت، والبابلشر اسمه ديب سيلفر. اللعبة دي مفروض طلعت بتاريخ 19/11/2019. اللعبة مفروض على بلاتفورم الويندوز بس. في اديشنز لي طبعا اللعبة وادونز هنشوفها مع بعض شوية كده. ده شوية ديسكريبشن عن اللعبة. اللعبة تصنف ان هي اكشن وار بي جي وادفنجر، ومفروض انها سينجل بلاير، ما تمش ذكر ان هي ملتي بلاير او اونلاين.
دي شوية صور من داخل اللعبة زي ما احنا شايفين. لعبة طبعا اجواء جابانيز او يابانية. الاديشنز بتاعت اللعبة الاستاندر اللي موجود معانا النهاردة وهو فري بدل من 10.5، والديلوكس اديشن هو مفروض ب $13، وعندي هنا ادونز حاجة اسمها بيج ماري كروز تقريبا، وبرضو عليهم خصومات، وعندي حاجة اسمها الستوري كويست باك، وعندي حاجة اسمها الباتل رالي تقريبا او رالي سباق حاجة زي كده. ولو دوست سي مور هتلاقي عندك باقي الادونز تقريبا، مفيش غير واحدة بس اللي هي السيزون باس اللي قدامنا دوت. خلينا نرجع ونكمل ونشوف اخر حاجة دلوقتي وهي المتطلبات التشغيل الخاصة باللعبة. زي ما احنا شايفين اللعبة غالبا مساحتها كبيرة قوي، 100 جيجا available space، وطبعا ما بتدعمش اللغة العربية. عشان تاخد اللعبة هتطلع فوق خالص كالعادة وهتدوس على جيت بالشكل دوت، ومفروض انه هيحولك على الاوردر بيج الخاصة باللعبة، هيقول لك لودينج يور اوردر، وتقريبا هنكمل مع بعض. النت بعافية، صحة يا عفروت. طبعا بعد انتظار 5 دقايق الوضع كما هو زي ما احنا شايفين قدامنا، فلو حصلت مع حد منكم ما تقلقوش، ممكن تحاولوا وقت تاني ربما يكون في ضغط على السيرفر. عموما انتوا عارفين باقي الخطوات تقدروا تمشوا عليها زي الفيديوز اللي فاتت. دلوقتي خلينا نشوف المجانية التانية اللي موجودة معانا النهاردة، ريمان اوريجينز. طبعا كلنا عارفين اللعبة ديت لعبة مشهورة جدا على اغلب بل جميع المنصات، حتى الاكس بوكس ال 360 والبلاي ستيشن 3. طبعا لعبة مشهورة، واي ثينك ان اللعبة ديت موجودة كمان على الموبايلات. اللعبة بالمنظور اللي احنا شايفينه قدامنا نقدر نقول عاملة زي كراش، عاملة زي يعني شوية سوبر ماريو، اللي هي النوعية ديت من الالعاب اللي تفضل ماشي وتقابل وحوش. برضو عاملة زي تقريبا ليمبو، عاملة زي انسايد، نفس الاجواء ديت من اللعبة. خلينا نروح ونشوف هناخدها ازاي، عشان طبعا هي على منصة مختلفة عن منصة ايبك. طبعا اللي بيقدم اللعبة معانا هي يوبي سوفت، فبالتالي هتستخدم يوبي سوفت كونكت او كان زمان اسمه يو بلاي. زي ما احنا شايفين هتلاقي في عندك على الهوم بيج البانر اللي بيتحرك ده، هتلاقي عليه زي ما احنا شايفين لو قلبت كده الخبر اللي هو بتاع ريمان اوريجينز. بيقول لك هنا ريمان اوريجينز كليم يور فري جيمز، وكمان هتلاقيه مفروض جوه الديسكفر، عشان لو محدش لقاها هتلاقوها جوه الديسكفر ريمان اوريجينز، وهدخل عليها كمان من هنا عشان الناس تمشي معايا على الخطوات. طبعا لازم تكون عامل لوجن بالاكونت بتاعك زي اي منصة، فوق الاكونت بتاعي اهوت، وهنا فتح لي البيج ريمان اوريجينز زي ما احنا شايفين كليم يور فري جيم، جيت يور فري كوبي اوف ريمان اوريجينز اون يوبي سوفت كونكت بي سي ناو بيفور 21 ديسمبر. يعني فاضل 4 ايام، سامحوني لو انا جيت بالخبر متأخر، كنت مشغول في شوية حاجات كالعادة. هتدوس على كليم ناو، مفيش حاجة تاني، هندوس على كليم ناو، ومفروض خلاص هيقول لك دلوقتي زي ما احنا شايفين اكتيفيت برودكت ريمان اوريجينز جيف اواي، بيقول لك هتدوس كونتينيو ان اللعبة هتبقى موجودة في الاكونت بتاعك، تقدر تدخل عليها من اي بي سي انت فاتح منه الاكونت الخاص بيك. كونتينيو بالشكل دوت، خلاص هنا قال لك اهوت ريمان اوريجينز هاز بين اكتيفيتد اند اد to your library. تقدر انك تعمل لها انستول او ما تعمل لهاش دلوقتي على حسب ما انت عاوز. هتعمل لها انستول ازاي؟ هتدوس كونتينيو، طبعا هتختار لغة التثبيت وليست لغة اللعبة، وهتختار انت عايز تعمل لها سيت اب فين بالظبط، وهتعمل كرييت ستارت مينيو شورت كات لو عايز انها تنزل في الستارت مينيو، او شورت كات لو عايزها انها تنزل على الديسك توب، وبعد كده هتعمل كونتينيو. احنا هنعمل كنسل، ولكن عشان نتاكد ان هي موجوده في اللايبراري هتدوس على جيمز بالشكل دوت، وديت اللايبراري ماي جيمز هنلاقيها موجوده عندي ريمان اوريجينز، وكمان كانت موجوده قبل كده ريمان ليجينز اللي موجودين قدامنا دول. بالمناسبه قبل ما انهي الفيديو حابب اوضح لكم ان لعبه بوبجي ستيم اللي سعرها $30 هتنزل فري تو اول اف تو بي فري تو بلاي للكل، واتكلمت عنها في فيديو تقدروا تشوفوه من علامة الاي اللي هتطلع فوق.
وبس بكده نكون وضحنا فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى مشاركه الفيديو، واتمنى نوصل ل 500 لايك. وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وبما ان في جديد وجديد، يبقى ما تنساش تتابعنا الفيديوز اللي جايه في اكتر. اشوفكم على خير، سلام. Bye-bye.